نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، الأشواط تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان دستور أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي. الشوط التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام، أول الأشواط المفتوحة في صباح هذا اليوم، شوط خاص بالحجايج البكار. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والثلاثة كيلومترات الحاضرة مع هذا الانطلاق المثير. وأرانوف من قادة المجموعة، راشد بن حمد بن علي البريص المري من أعلن انطلاقة نوف على رأس الحرب، تليها نجود مع المركز الثاني، محمد بن أحمد بن عكوي من يتابع انطلاقة نجود، ومع المركز الثالث أراد تسلل في هذه اللحظات من الذيبة لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري من يتابع انطلاقة الذيبة، والتحديات أيضا من مختارة لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان من يتابع هذا الانطلاق المثير. ومن الجانب الآخر مع المركز الخامس، ولكن التسلل في هذه اللحظات لحشارة لعلي بن محمد بن خلفان بن حضيرم الاكتبي، ومن الجانب الآخر غرام لحمد بن عبيد بن عفصان المنصوري. نتابع المركز السادس وأرى التسلل من مكيدة من أعلن هذا الانطلاق أيضا، حمد بن سالم بن حمد بن بريك المري من يتابع انطلاق مكيدة مع المركز السادس. سابع التحديات المتحدة لحمد بن علي بن سعيد البريص المري. ومن الجانب الآخر مع المركز الثامن، نتابع راهية لأحمد بن علي بن محمد بن واس الاكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع، بأرى التحديات من رماز خليفة بن علي من بخيت المسافري. ومن الجانب الآخر المركز العاشر، نتابع إثارة للسالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري من أعلن انطلاقة إثارة مع المركز العاشر. هذه النتيجة، مشاهدينا متابعينا الكرو في أول الأشواط، أيضا أشواط الإنتاج. نعود مع المقدمة، نتابع في أول أشواط المفتوحة في صباح هذا اليوم. والذيبة، الذيبة من تنطلق بناموس هذا الشوط لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري من اعلن انطلاقه الذيب، من تنطلق بناموس هذا الشوط. شعار طيار الوثبه ينطلق على الصداره، ولكن الخطوره من حشاره مع المركز الثاني لعلي بن محمد بن خلفاء بن حضيرم الاكتبي، والقدوم التسلل من مختاره لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان من يتابع، انطلاقه مختارة مع المركز الثالث. رابع التحديات رهني غرام لحمد بن عبيد بن عصان المنصوري، والقدوم من رماز لخليفة بن علي بن بخيت المسافري. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، واللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة والذيبة تنطلق، بناموس هذا الشوط بهذا الشعار، شعار طيار الوثبة. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المثير. عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري من يتابع، انطلاقة الذيبة. سلوب سلام الوثبة، سلام تحية واحترام مع الأداء المثير في أول الأشواط المفتوحة على أرضية هذا الميدان. تهانينا، لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على فوز الذيبة بالمركز الأول، وبدون أي منافس المركز الثاني لخليفة بن علي بن خيط المسافري. المركز الثالث مختارة لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان. المركز الرابع غرام لحمد بن عبيد بن عصام المنصوري. والمركز الخامس تصل في حشارة لعلي بن محمد بن خلفان بن حضيرم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الذيبة إلى خط النهاية. تأتي بتوقيت زمني مقداره لحظات الوصول 4 دقائق 28 ثانية و4 أجزاء من الثانية.
والتوقيت الأفضل والأجمل في صباح هذا اليوم. تهانينا لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على فوز الوثبة بالمركز الأول، وسلام سلام سلام يا الوثبة سلام مع الأداء المثير اللي قدمته الذيبة، بينما الوصلت مع المركز الثاني. نتابع رماز لخليفة بن علي بن مخيت المسافري، 4:30 وسبع أجزاء من الثانية توقيت رماز، واللي وصلت مع المركز الثالث رهني أيضا مختارة بشعار الشاعر السعيد بن عبيد بن سعيد بن رجدان، 4:30 وثمان أجزاء من الثانية.